السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي التاج دوت بيقرا معلومة من الفريم دوت أو الكاميرا ديت، هو بيقرا هنا إيه؟ بيقرا هنا التايب نيم اللي هو دوت. طب لو عايز يقرا معلومة كمان، طيب هعمل إيه؟ هدخل على التاج وأقول له إيديت فاميلي، وأعمل سيلكت هنا وأقول له إيديت. تمام، عايز أقرا الموديل قبل كده، طيب هقول له خلي الموديل هو اللي فوق. طيب وعشان اميز بينهم هحط هنا قوس وهنا قوس، تمام، وما علمش على البريك. لو علمت على البريك هيخلي ده في سطر وده في سطر، تمام. اقول له اوكي، هتظهر معاه بالشكل دوت. هتقول له لود انتو بروجكت، اوكي نو، هيبدا يقرا الموديل وهيبدا يقرا التايب نيم. لو جينا هنا وقلت له ايديت تايب، هتلاقي الموديل اهو. لو غيرت كلمة الموديل دي هتتغير هنا، لو غيرت هتتغير هنا. فتقدر تحط أكثر من معلومة بشكل كويس وشيك في قلب الموديل بتاعك. ده لو أنت عايزه يبقى ياخد من الموديل، ممكن تخليه يقرأ أي معلومة تانية، وليكن مثلا البارامتر، سكشن أريا، أي حاجة أنت عايزها بحيث تظهر معاك في المشروع.